ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. اللاعب الأول، اللاعب الثاني، اللاعب الثالث. اللاعب الأول يجري بعض الركض على 3 محطات بسيطة أنت تنظمها، هاي واحدة بمنطقة جزاء، خارج منطقة الجزاء، طبعا هي منطقتين جزاء مو أكثر، زين، وهاي منطقة الجزاء الثانية، وهي على حافة الداخلية منطقة جزاء الثانية، فيكون عندي منطقتين جزاء، عندي بين فعاليا 18 و18 بسيط جدا. حال ما ينتهي يكون اللاعب الثاني، لأن يعني هذا اعتبرنا اللاعب الأول، اللاعب الثاني قد هيئ، لأن يعني اللاعب الثاني عنده كرتين، هيئ الكرة الأولى داخل منطقة جزاء الحافة، يهاجمها اللاعب الأول، يصوب بنفس الوقت يقدم السناب مرة ثانية لنفس اللاعب المجهز، واللاعب المجهز يلعب إلى اللاعب الثالث، الثالث يلعب مناورة جدارية ويا اللاعب الأول، شوف قدم السناب هنا، واللاعب الأول يهيئ الكرة داخل منطقة الجزاء، خارج منطقة الجزاء، اللاعب الثالث يصوب، اللاعب الأول يتابع، فهذا فقط يلعب كرتين كمهيئ للكرات للتصويب فقط، فيلعب كرة الأولى للاعب رقم واحد بعد أن ينتهي من هذا الشغل البدني، فاللاعب الأول يهاجم الكرة في لحظة التصويب، ما اللاعب الأول على الهدف ينتبه اللاعب الثاني للتصويبة، في حالة النجاح والفشل يكون في لحظة التصويب لعب إلى اللاعب الثالث، واللاعب الثالث بالوان تاتش يلعب ويا اللاعب الأول اللي يقدم له سناد، شوف حركة اللاعب الأول بعد التصويب سناد، يلعبون مناولة جدارية يهيئ للكرة اللاعب الثالث، إذن اللاعب يصير على المراكز، يعني احنا مو لعبنا اللاعب الأول هذا واللاعب الثاني هذا، يروح من اما الثالث يروح للثاني والثاني يروح للاول، الاول يروح للثالث، او انت تريد الاول يروح للثاني، الثاني يروح للثالث، الثالث يروح للاول، وهكذا. هاي التمارين التقليديه اللي تفيدك في تطبيقات ما يعرف بالبدني ما يعرف بالفني، يعني بس ما عندنا اكثر من هاي التمارين اللي سئلت عنها. انا دائما اسال عن هاي التمارين، هناك رغبة عند المدربين خصوصا الشباب أنه يعطون أولوية لهذه الفعاليات، لكن أنا أقول أعطوا أولوية جيد جدا، لكن إياكم أن تعطوها الوقت الطويل، دائما الوقت القليل، ودائما نفكر أنه هل بالإمكان أن نعمل مجموعة من المحاولات، يعني كل لاعب يصوت 3 مرات فيصير شغل زين، بعدين نأخذ العلامات بالاتجاه الآخر ونطبق الفعالية. أنت مدرب وأنت الكبير في الساحة وأنت من تقرر إن شاء الله، ركز على ما يعرف بسرعة الأداء هنا، سرعة الأداء مهمة هنا، كله سريع 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 سريع، وركز على بالنسبة للاعب هذا على توقيتات لعب المناولة، فمن تلعب المناولة الأولى انتظر شوف نتيجة التصويبة، وحالما ترى نتيجة التصويبة العبها تكون جاهز، ألعبها اللاعب الثالث يلعب مناولة جدارية مع الأول وتنتهي بالتصويب على المرمى، بس بدل المراكز. أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية. كل هذا هو تمارين تقليدية موجودة في الميديا وتستخدم كثرة في ملاعبنا، والمدربين يمتلكون منها الكثير الكثير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.